نشرة الثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. في اليوم العالمي للمدن تأكيد على ضرورة استعمال التكنولوجيا في المدن ومكافحة البناءات العشوائية ودعوة إلى إلغاء الأداءات على العقارات ومواد البناء. خلال انطلاق برنامج انفيستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الشاهد يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة جديدة من أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة. في العراق تواصل الاحتجاجات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبرلمان تدعو لعقد مؤتمر وطني برعاية أممية. العمل على استعمال التكنولوجيا في المدن والحد من البناءات العشوائية، ذلك ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن، تم التأكيد على هذا الهدف. اقتناء مسكن ميسر في تونس أصبح أمرا شبه مستحيل وفق رئيس الغرفة النقابية للباحثين العقاريين فهمي شعبان، ما يدعو إلى ضرورة إلغاء كل الأداءات منها المتعلقة بالعقار ومواد البناء. جملة هذه المطالب تم رفعها في إطار الاحتفالات باليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن. زيرو تيفيا، زيرو أداءات، باش نوصلوا نبنيوا مسكن ميسر ومعناها كيف بأسعار مع اللي شريحة معناها المحدود الدخل، وخاصة معناها كي مكنوه من قروض الفئة معناها اللي ذكرتها، يلزم نحيلها من التمام، زيرو تخلي كان فوائد البنكية، معناها باش نجموا اليوم نمكنوا اليوم في حاجة حتى 2030 في حاجة 500,000 مسكن ميسر. مناسبة أكد خلالها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي أن حوالي 80% من العائلات التونسية تملك مسكنا، وقرابة 20% يتمتعون بحق السكن وفق ما يقتضيه الدستور. أكثر من 2000 مسكن موجودة الآن وهي جاهزة، ونلتمس ونحض كل السادة الولاة رؤساء اللجان الجهوية للتسريع في يعني ضبط ونشر القائمات النهائية للمتابعين بهذه المساكن. ولكن مشروع السكن الاجتماعي هو متواصل، وفيه تقريبا 5000 مسكن سوف يكون جاهزا في السنة القادمة والسنة التي تليها. المطالب كثيرة جدا، تقريبا 230 أو 235 ألف مطلب، هذا نقر به. ولكن مشروعنا وهدفنا هو الوصول على الأقل ل 30 ألف مسكن بناء السكن الاجتماعي. هذا وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في علاقة بالتخطيط الحضري والإسكان. والذي ممكن أن تقدمه منظمة أمم متحدة في هذا النطاق هو أولا تواصل تونس مع دول العالم أجمع إقليميا ودوليا، تبادل التجارب خاصة في أمور حساسة وتتفاقم بسرعة سريعة مثل العشوائية، مثل الفقر في المدن، مثل نزوح الريف إلى المدن. يذكر أن تونس تحتفل باليوم العالمي والعربي للإسكان ولأول مرة باليوم العالمي للمدن. وفي اليوم العالمي للمدن الموافق لموفى شهر أكتوبر من كل سنة، تحتفي المدن العالمية هذه السنة تحت شعار تغيير العالم، ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة، وهو شعار ينسجم مع مخطط لتحقيق الاستدامة لبعض المدن التونسية. لعل حملة النظافة التي زرعت جمالاً إلى حيث امتدت أنامل من استجابوا لها من مختلف المدن التونسية لم تكن تزامناً مع اليوم العالمي للمدن الذي يتوافق مع موفى شهر أكتوبر، ولكن يحسب لهذه الحملة الوطنية أنها جعلت الاحتفال بهذه المناسبة العالمية لائقاً، مناسبة تبرز ثقل أهمية المدن التي يقطنها 80% من سكان البلاد. من أن يكون ثم منها موازنة بين الحاجيات وبين الموارد المتوفرة، منها الأكيد اللي منها المدن التونسية شهدت توسع كبير، معناها في الفترة الأخرى توسع عمراني، توسع معناها في البناءات، ولا يقل على 80% من الثروة يتم إنتاجها، الثروة الوطنية يتم إنتاجها بالمدن. تغيير العالم ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة.
العالمي للمدن الذي ينسجم مع محاولة لحماية مدن من الاندثار على غرار مدينة غار الملح من ولاية بنزرت التي تحصلت على شهادة رامسار المعاهدة الدولية للمحافظة على المدن الرطبة واستدامتها بفضل ثرائها الطبيعي. وعلى خضى غار الملح قد تحظى معتمديات تينجا والمنستير وسليمان بهذه العلامة الدولية. لازم تاخذ بعين الاعتبار المنطقة الرطبة الموجودة من حيوانات، من أسماك، من نشاط اجتماعي، من سياحة بيئية في لتطوير المدينة. وهذا هو اللي خلى غار الملح عام ناول عام 2018 تاخذ العلامة هذه من اتفاقية رامسار كمدينة رامسار والأولى في شمال أفريقيا وفي المدن العربية. في الأثناء تبرز جهود أخرى لإنشاء مدن ذكية خالية من المواد البلاستيكية المضرة بالصحة والبيئة على غرار المنسير وتينجا ونابل والحمامات والكرم. مش مراسكل 4% مراسكل فقط. نحن عملنا اتفاقية ما يسمى المدن الذكية الخالية من البلاستيك أو للحد من البلاستيك. عندنا 5 مدن وقعوا معنا التزام مبدئي للعمل مع بعض حتى تكون البلاستيك غير مضر بمدينتهم. في الوقت الذي تتجمل فيه مدن تفقد مدن أخرى تونسية جمالها ورونقها بفعل العوامل الإنسانية والطبيعية. أمثلة تاع العمران وتاع البنائات الموجودة في المدن نسيت بإدماج الطبيعة. توكيل الأودية قد يبقوا 10-15 عام بدون مياه وليت أماكن عمرانية وما نحترموش الطبيعة. لذلك في اللي يلزم إعادة الأمثلة بد أنه يتم إنجاز مشروع استثماري هام لتطهير المنطقة هذيك ولا لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة هذيك. وهذا يعني اللي تم برمجته من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 11 مدينة تونسية ينتظر أن تصنف من بين الدول الذكية بمراعاة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والنقل المستدام وغيرها في أفق 50 و2000. نشرتنا متواصلة وتشاهدون فيها بعد قليل. مع اقتراب انتهاء العطلة العائلات التونسية تحقق المعادلة بين الترفيه والاستعداد لامتحانات الثلاثي الأول رغم التقلبات الجوية. قبل ذلك وخلال فعالية انطلاق برنامج انفيستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الاقتصاد التونسي تجاوز مرحلة الخطر، كما دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تستند على ما وصفها بالمقاربة العقلانية من أجل الرفع في مردودية الاقتصاد الوطني ورفع مختلف التحديات. قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال أشغال الانطلاق الفعلي لبرنامج انفيستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إن الاقتصاد التونسي تجاوز فعليا مرحلة الخطر في علاقة بالمالية العمومية وتم تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، ودعا إلى الإسراع بالتشكيل حكومة جديدة تضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية. هناك أيضا أفاق واعدة، خروج تونس من القائمة السوداء متاع الجافي، هذا أيضا مؤشر إيجابي. هناك عودة قوية للقطاع السياحي، اليوم تجاوزنا 7 مليون سائح لسنة 2019 وإن شاء الله نخلطوا 9 مليون سائح بموفى هذه السنة. هناك حركية يجب اليوم التسريع بمعناها مواصلة الإصلاحات، وأنا أدعو مرة أخرى إلى التسريع بتشكيل حكومة لتأخذ بزمام الأمور. وبرنامج انفيستيا للمؤسسة الصغرى والمتوسطة الذي تم إطلاقه اليوم هو برنامج تدعمه المملكة المتحدة وسيمكن 120 مؤسسة صغرى تشكو من صعوبات في التمويل البنكي من الولوج إلى مصادر تمويل أخرى، وذلك من أجل مساعدتها على توسيع أنشطتها خصوصا في المناطق الداخلية. مشروع ينطلق اليوم انفيستيا انتربريز إن شاء الله باش يعاوننا باش نمكنوا 120 مؤسسة باش نأهلوهم للجوء للتمويل غير البنكي. التمويلات هذه تنجم تكون عبر الإدراج بسوق البديلة في البورصة أو عبر فتح رأس المال لرأس المال المخاطر. هي فرصة لقرابة 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة معنية بهذا البرنامج المتمثل في مرافقة فنية تساعد هذه النوعية من المؤسسات على تطوير مشاريعها وتوسيعها والانخراط في السوق المالية. كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أثناء لقاء انطلاق برنامج انفيستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على أن تشكيل الحكومة القادمة يحتاج إلى مقاربة عقلانية وواقعية تبني على النتائج التي تم تحقيقها من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة جميع التحديات.
ومثلت المؤسسات الصغرى جدا محور أشغال الندوة السنوية الثالثة حول واقع وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية في تونس من خلال عرض نتائج دراسة تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي يجابهها هذا الصنف من المؤسسات. نظمت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس الندوة السنوية الثالثة حول واقع وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية بتونس مقياس 2018. في هذه الندوة تم عرض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول المؤسسات الصغيرة جدا وفق مقياس 2018 في استبيان تم تكييفه مع هذه الفئة من الشركات. العادة نعمل الدراسة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة في تونس. هذه أول مرة نعمل المؤسسات الصغيرة بالكل تري بوتيت انتربريز تي بي اللي هي أكثر رقم في تونس اللي أكثر من 700 ألف مؤسسة. اللي هي فيها بين شخص وخمسة أشخاص وهذا هو الاقتصاد التونسي هم المؤسسات هذوما الصغيرون. المؤسسات هذه معناها وقت اللي تلقى الدعم وتلقى الإحاطة معناها تنجم تخلق التشغيل وتنجم تخلق القيمة المضافة. هذاك علاش سواء في قانون الاستثمار وخاصة حتى قانون المؤسسات الناشئة ثم عناية بالمؤسسات هذه لأن عندها قدرة على الحركية وقدرة على التأقلم واليوم نحبوا الشباب متاعنا تتوفر لهم كل الآليات وكل الإحاطة خاصة من طرف هيكل المساندة لبعض مؤسسات معناها صغرى ومتوسطة من شأنها بالشغل إن شاء الله. هذه الدراسة تهدف إلى مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على المؤسسات الصغيرة جدا التي تعاني من إشكاليات عديدة. ناس بنات مشاريع نتاعها وحدها من لز من الاحتياج ما استحقتش اللي عندها حد ومشيت فركس مدق باب على حد شيء أكثرهم نحكي الأغلبية وعملوا مشاريعهم شوي بشوي وقتاش بدأوا يفركسوا في الإعانة وقت كبرت شوية المشاريع وقت القرار ورايحهم عندهم مشكلة متاع تمويل. كيفاش باش تنقذهم توا يلزم قروض من معناتها من البتايس اللي هي اقرب وحده معناتها من هالبروفيل تاع الشركات هذوما معناتها. نحن ندعم ماليا ولكن ايضا تقنيا الدراسه مع كونكت ومع تمويل النرويج لفهم جيد لوضعيه المؤسسات الصغرى في تونس وهذا جزء من مقاربتنا في تونس لدعم النمو الاقتصادي لهذا البلد. وكما تعلمون القطاع الخاص اساسي لتحقيق هذا الهدف وخلق مواطن شغل. Comme vous le savez, le secteur privé est fondamental dans la création d'emplois et dans la croissance économique. المؤسسات الصغيرة تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بارزة وتحسين قدرتها التنافسية وضمان استدامتها تبقى حسب البعض من المسائل المتأكدة. للمساهمة في تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات وجلب الاستثمارات تم اليوم تقديم نتائج الدراسة الاستراتيجية حول واقع وآفاق صناعة مكونات الطائرات في تونس في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لصناعة تونس 35 و2000. خطت تونس مراحل متقدمة في مجال صناعة مكونات الطائرات واليوم توجد أكثر من 80 مؤسسة صناعية في هذا الميدان. ولمزيد دعم الاستثمار واستقطاب مؤسسات جديدة تم العمل على إنجاز دراسة استراتيجية لصناعة مكونات الطائرات بتونس وذلك للتعرف على الوضعية الحالية للقطاع وتطويره ودراسة السوق العالمية. موقع هذايا نحبوا نكبروا فيه نحبوا تكون عندنا استراتيجية شاملة باش تجعل من تونس موقع صناعي مختص ذو قيمة مضافة أول شيء ذو سمعة على الصعيد الدولي وحتى نتمكنوا من أن ناخذوا بقعتنا مع البلدان المنافسة اللي معانا في القطاع هذا. دراسة اليوم تزيد باش تعطينا أفكار أخرى كيفاش نجمو نزيد نحسنوا ونبنيوا كيفاش نستقطبوا استثمارات أكثر كيفاش نمشيوا أكثر نحو الصناعة الذكية الصناعة نتاع اللي هي الجيل الرابع اليوم متواجدة. احنا آخر زيارة في نتاع المنطقة الصناعية المغيرة كان استثمار تاع حوالي 50 مليون يورو من مؤسسة فرنسية استثمار بتاع توسع يعني هما مرتاحين هنا عاطين ثقة في تونس والمناخ بتاع الاستثمار في تونس والاستثمار هذا 200 موطن شغل باش يضاعفوا عدد موطن شغل أما الأهمية فيه هو كله صناعة مجال الرابع كله بالتكنولوجيا. ومن أهم نتائج الدراسة المقدمة ضرورة العمل على مستوى البنية التحتية وتوفير مساحات أكبر للمؤسسات وتكوين العنصر البشري وفق متطلبات السوق إلى جانب مسألة إبراز تونس كوجهة صناعية في مجال صناعة مكونات الطائرات.
المطلوب هو لتونس يكون فما استثمارات تخص الميادين هذه باش تولي تونس عندها سمعة عالمية فيما يخص بعض التكنولوجيات هذوما اللي هما تكنولوجيات مستقبلية. وتوفر صناعة مكونات الطائرات في تونس حوالي 17,000 موطن شغل، وتقدر الصادرات بأكثر من 2000 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من الصادرات التونسية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج أعضاء الديوان الرئاسي بمناسبة إنهاء مهامهم برئاسة الجمهورية. وقدم رئيس الدولة شكره لأعضاء الديوان على ما بذلوه من مجهودات في إطار مهامهم. وعبر أعضاء الديوان لرئيس الجمهورية عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مهامه على رأس الدولة. مواصلة لمشاورته مع مختلف الأحزاب والقائمات الممثلة في مجلس النواب الجديد، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج بكل من حسين الحناشي أمين عام حزب طيار المحبة وعصام البرقوقي الناطق الرسمي للحزب. وصرح الناطق الرسمي لحزب طيار المحبة أن اللقاء تناول عدة مواضيع تتعلق بسبل الحفاظ على أمل كافة المواطنين في غد أفضل بفضل الشرعية الواسعة التي حظي بها رئيس الدولة في الانتخابات الأخيرة. اليوم كيف يمكن الحفاظ على فسحة الأمل هذه اللي أصبح يشوفها الشعب التونسي؟ كيفاش بالصلاحيات معناها ما يسمح به الدستور لسيادة رئيس الجمهورية أنه باش يحاول يكون رئيس جامع، يحاول يكون رئيس معناها يتحرك بقوة في من أجل تحقيق العدالة في تونس، يسعى بكل جهد لتحقيق ما لم يحقق سابقا ولإعادة الأمل للشعب التونسي. وخلال لقائها اليوم وفدا من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، أكدت حركة الشعب رفضها المشاركة في حكومة تترأسها أو تشكلها الحركة، واعتبرت في بلاغ لها أن الحل البديل هو حكومة تترأسها شخصية وطنية جامعة وتتمتع بالكفاءة، تلتقي حول برنامج محدد ومفصل زمنيا، ويسندها طيف واسع من الحساسيات البرلمانية والسياسية والشعبية والتي تعرف لدى الرأي العام بحكومة الرئيس. كما أعلنت أن الوفدين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي وظروف وإكراهات تشكيل الحكومة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار للوصول إلى حل للأزمة السياسية. وأوضحت أيضا أن حركة النهضة عرضت رؤيتها القائمة على فوزها وأحقيتها في تشكيل الحكومة، في حين عرضت حركة الشعب مقاربتها للسياسة والحكم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. اقتربت العطلة المدرسية من الانتهاء وتزامنت مع تقلبات جوية وأمطار غزيرة في بدايتها. ورغم ضيق الوقت المتبقي من العطلة تسعى إلى تحقيق المعادلة بين الترفيه عن أبنائها والاستعداد للامتحانات. بين التنزه والفسح في المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه، يستمتع الأطفال بالعطلة في طقس مشمس، حيث يحلو الجري واللهو والانطلاق قبل العودة إلى مقاعد الدرس. أول العطلة اللي تبين في قرايتهم، خاطر عندهم برشا دروس، خاطر بعد العطلة باش يعديو الامتحانات، وتوا كآخر الويكاند قلت خلي يخرجوا يتفرهدوا شوية، يبدلوا الجو شوية، والكل يتفرج في الحيوانات. ترفيه حاجة لازمة، يلزمهم الصغار يخرجوا يتفرهدوا. اليوم تفرهت جيت بالفيدير، حبيت نجي نشوف الحيوانات. مشيت الريستوران مع أمي وبويا، مشيت السينما مع خويا وأمي، لعبنا بالبلاي هنا، مشينا درنا في تونس، مشينا لعبنا بالبلفيدير، مشينا بالبلفيدير. الأولياء من جهتهم أكدوا أهمية تخصيص أوقات للترفيه ومشاركة أطفالهم الاستمتاع بالتنزه وارتياد فضاءات الترفيه رغم قلة عددها. لا يمثلوا لا قرينا حفظنا
قعدنا في الدار. توا جيت وسط الجمعه بقدره ربي نخرجوا شويه نتفرهدوا شويه نفطرهم من برا يمشيوا البلفيدير يتفرهدوا. وانا داير خديت كونجي بالذمه البنتي باش نمشي نهز ونذكرها كيف ما بوها كان يمشي البلفيدير وهو صغير. واحد يحاول باش هو بيدو يبرمج مع الصغار شويه يفضي روحه وياخذ معاهم نهار ونهارين كونجي باش يفرهدهم شويه. ما يبقى كي تجي في الاخر تشوف فين باش تهزهم ما فماش برشا معناها فضائيات تاع ترفيه. انا ولدي مثلا كي باش نزلوا بلايص بعيده غاليه ما نقدرش. ولان العطله ستعقبها امتحانات الثلاث الاول فان المراجعه والمذاكره وتدارك الدروس يحتل حيزا هاما من هذه العطله. صغيرات هذوما جينا معناتها مش نحضروا في بالك معناتها قريب الامتحانات وكل شيء معناتها مراجعه تقسمت العطله. فما وليدات جاوا اول العطله فما وليدات جاوا اخر العطله. ساعات يقراوا الصباح والعشيه يعملوا نشاط ترفيهي رسم والا دونس والا مسرح والا روايه متاع قصه والعكس بالعكس. يعني أكيد صغير ما يقلقش هاوكا رفها على نفسه وفي نفس الوقت هاوكا قرا خدم دروسه يعني. ورغم ضيق الوقت والمسؤوليات تسعى العائلات إلى الترفيه عن أبنائها والتخفيف من ضغط المراجعة والمذاكرة لتحقيق المعادلة بين الجد والهزل. ومع اقتراب نهاية العطلة المدرسية التأمت في المنسير ورشة عمل إقليمية حول مشروع التدخل النوعي في المؤسسات التربوية ممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة عدد من مديري المؤسسات والهيكل التربوية بكل من سوسة والمهدية والمنسير وصفاقس واحد. تعصير وتحديث المؤسسات التربوية ودعم السلوك الإيجابي بها كان محور ورشة عمل إقليمية حول مشروع التدخل النوعي بالمؤسسات التربوية الممول من البنك الأوروبي للتنمية بمشاركة عدد من مديري المؤسسات والهياكل التربوية. تعصير المؤسسات التربوية من أحدثات وإعادة تأهيل لأحدثات قلت ما يقارب 59 مؤسسة تربوية جديدة. هالبرنامج هذا بطبيعة الحال فيه جانب ثاني، فيه جزء ثاني اسمه البرنامج التدخل النوعي بيك بروغرام دانترفانسيون كاليتاتيف اللي يهم أساسا بتركيز السلوك الإيجابي بالوسط التربوي. هي خطة عمل تحمل أهدافا وإجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ لتحسين سلوك التلاميذ وخاصة استعداداتهم وانخراطهم الإيجابي الذي يعكس شعورهم بالانتماء إلى المؤسسة التربوية. إرساء مدونة سلوك وميثاق للتعايش داخل الوسط المدرسي استراتيجية جديدة انخرطت فيها بعض المؤسسات. برنامج يندرج ضمن إرساء وتثبيت قيم متميزة لدى التلميذ كما التسامح كما الاحترام كما المحبة. بدينا بأنشطة داخل مؤسساتنا التربوية. لنا ثلاث مؤسسات في ولاية المهدية مع قصور ساف أدادية شربان و المدرسة الابتدائية بن خليفة سيدي علوان واتفقنا على مجموعة من القيم التي يجب تبنيها في كل مؤسسة. باش نعطي مثال على مدرسة الإعدادية اللي موجودة في تبلبة. في المؤسسة هذه التلامذة بالاستعانة بالإطار التربوي معاهم حضروا ميثاق فيهم مجموعة من الحقوق والواجبات ولاحظوا حتى الأولياء اللي تحمسوا للمشروع هذا. ديوان الخدمات المدرسية سيعمل على نشر مختلف القيم والمبادئ الخاصة بكل مؤسسة ولكن وفقا لأية آليات. ديوان الخدمات المدرسية يسعى اليوم لنشر المنظومة هذه بتاع دعم السلوك الإيجابي وإرساء مدونة للميثاق التربوي داخل المؤسسات. كل المندوبية 26 ممثلين في هالمشروع هذايا وكل مندوبية عندها 4 مدربين خذوا التكوين هذايا. مدونة سلوك وميثاق يضبط طبيعة الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية يشارك التلاميذ في صياغتها ما يسهل الالتزام بها والحرص على تطبيقها ويساعد على القضاء على عدة ظواهر سلبية كالعنف المدرسي وغيره. قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى 21 من فبراير القادم وفق عضو هيئة الدفاع إيمان جزارة التي أوضحت أن الدائرة استجابت لجميع مطالب هيئة الدفاع ومنها بالخصوص تمكين الهيئة من الحصول على تسجيلات اتصالات المتهم الرئيسي في القضية الإرهابية الذي تم القضاء عليه أبو بكر الحكيم والحصول على الاتصالات المسجلة التي
التي مرت عبر أعمدة الاتصال المحيطة بمنزل الشهيد البراهمي. كما رفضت الدائرة الجنائية طلب الإفراج عن المتهم رياض الورتاني الذي حضر جلسة الثلاثاء الفارط. رفع عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها والمتمتعين بالعفو التشريع العام جملة من المطالب خلال وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، من أهمها الإسراع في تفعيل صندوق الكرامة ونشر القائمة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل قرارات جبري الضرر. يفعل صندوق الكرامة، يخرج القائمة النهائية وشهداء وجرحى الثورة للقائمة هذه، اللي القائمة هذه ناس معناها قاعدين تعبين التوى وناس ما نالوا حتى شيء. عندنا معناها إشكاليات ما زالت عالقة في ملف العفو التشريعي العام، ناس ما صار مهني التحق التوى ما تسوى كذا. عندنا مقررات جبر ضرر اللي هي من أهم معناها الملفات اللي توى على دا الحكومة، 26,000 معناها مقرر جبر ضرر بالنسبة للضحايا اللي عندهم الحق في التعويض المادي. في العراق وبعد أيام قليلة فقط من الهدوء تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي. وفي خطابه اليوم قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته إذا توصلت الكتب البرلمانية لبديل مقبول لتجنب أي فراغ دستوري، مضيفا أن إجراء انتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم إلا وفقا لقانون انتخابات جديد. في محاولة منها لتفريق المتظاهرين وردائهم عن السيطرة على جسر الرشيد وسط العاصمة بغداد، أطلقت القوات الأمنية العراقية النار والغاز المسيل للدموع وسط اشتباكات شهدتها المنطقة ليلة أمس سجلت مقتل متظاهرين 2. وفي محيط ساحة التحرير في بغداد أصيب العشرات من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق قوات الأمن النار بكثافة عليهم. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في مدن عراقية عدة في كل من الديوانية كربلاء والبصرة وديالى تنادي بإسقاط الحكومة. هذا وقد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي أن حصيلة ضحايا أعمال العنف التي تخللت المظاهرات في العراق خلال 6 أيام بلغت 100 قتيل وأكثر من 5,000 جريح، وكانت نتيجة الصدمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 50 شخصا، مشيرة إلى الحق أضرار ب98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة. ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن أعمال عنف، كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع حلول واقعية والاستجابة الحقيقية لمطالب المتظاهرين السلمية وفق سقف زمني محدد. وفي لبنان وصفت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بالمضيعة للوقت بشأن الإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية. وعبر أعضاء الكتلة عن أملهم في أن تتخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد مسارها الطبيعي. في الأثناء ومع تواصل إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة بيروت وعدد من الأحياء شمال البلاد وجنوبها، تعمل قوات من الجيش اللبناني على فتح بعض الجسور والطرقات التي أغلقها المحتجون. في أخبار الرياضة، عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمود زكريا لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الليبي في 15 نوفمبر القادم بداية من 8 مساء في أولمبي رادس في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 21 و2000، فيما سيدير الحكم محمد عثماني من جزر القمر مباراة الجولة الثانية التي ستجمع المنتخب الوطني بمنتخب غينيا الاستوائية بمدينة مالابو في 19 نوفمبر القادم. وفي كرة القدم العالمية، حافظ جوفنتوس على مركزه في صدارة البطولة الإيطالية بعد فوز صعب على جنوا، فيما وصل نابولي عروضه السيئة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في حين بلغ بروسيا دورتموند الدور الثالث من مسابقة كأس ألمانيا. لم تدم صدارة إنتر ميلانو لترتيب البطولة الإيطالية أكثر من 24 ساعة، وذلك بعد أن نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على ضيفه جنوا بهدفين لهدف ضمن الجولة العاشرة ليستعيد فريق السيد العجوز مركزه الأول. المدافع ليوناردو بونوتشي منح الفرحة الأولى لجماهير الأليانز ستاديوم بتسجيله هدف الأسبقية لليوفي في الدقيقة 36،
إلا أن الضيوف نجحوا في العودة بعد 4 دقائق فقط بهدف حمل توقيع كريستيان كوامي. الإثارة كانت حاضرة في شوط المباراة الثاني الذي شهد 3 بطاقات حمراء بطرد الحكم لثنائي كاساتا وماركيتي من جانب جنوا وأدريان رابيو لاعب اليوفي، في وقت سارت خلاله المواجهة إلى الانتهاء بالتعادل قبل أن يرتكب البديل سانافريا خطأ في الدقيقة 6 من الوقت البديل، ويتحصل يوفنتوس على ضربة جزاء نفذها بنجاح البرتغالي كريستيانو رونالدو مانحا النقاط 3 لبيانكونيري. وفي مباراة أخرى سقط نابولي في فخ التعادل للجولة الثانية على التوالي، وهذه المرة بملعبه سان باولو أمام ضيفه أتلانتا بهدفين لهدفين. نابولي كان سباقا بالتسجيل عبر مدافعه ماكسيموفيتش، لكن فرولر تمكن من إدراك التعادل لأتلانتا قبل نهاية الشوط. وفي الدقيقة 71 سجل ميليك الهدف الثاني لنابولي الذي لم يقدر على الحفاظ عن التقدم، ليتلقى هدفا ثانيا سجله إليتشيتش قبل نهاية ب4 دقائق. وإلى مسابقة كأس ألمانيا، حيث حسم بوروسيا دورتموند لصالحه قمة مباريات الدور الثاني التي جمعته ببوروسيا مونشنغلادباخ. فبمعقله السيجنالي دونا بارك استطاع المارد الأصفر قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، إذ تقدم الضيوف بهدف ماركيز تيرام في الدقيقة 71، لكن دورتموند احتاج ل6 دقائق فقط لتعديل النتيجة عبر الدولي جوليان براند الذي عاد بعد 3 دقائق وأحرز الهدف الثاني واضعا فريقه في الدور الثالث من المسابقة. إلى عالم الفن السابع، ومواكبة لفعاليات أيام قرطاج السينمائية، ينضم إلينا مباشرة من مدينة الثقافة مفدى الأخبار طارق بن معاوي الذي في كل مرة يختار أحد الأفلام التي تعرض خلال هذه الأيام لتقديمها. مساء الخير طارق، ما هو الفيلم الذي ستقدمه للمشاهدين الليلة وخصوصيته؟ أهلا بك ليلى. تحدثنا في فترة سابقة عن المتحول والثابت في أيام قرطاج السينمائية. المتحول هو التنظيم المضامين، ولكن الثابت هو هذا الجمهور الذي أشاهده الآن أمام أو في باهو مدينة الثقافة، وهو موجود بكثافة حضور العرض العالمي الأول والفيلم الوحيد المبرمج في العروض الخاصة، هو فيلم قبل ما يفوت الفوت للمخرج التونسي الشاب مجدي الأخضر. هذا الفيلم الذي يتحدث عن عائلة تونسية، الأب يبحث عن كنز، يقوم بحفرية داخل المنزل، ولكن سقف المنزل يسقط على العائلة بأكملها، وهذا الحصار ربما كان فرصة للعائلة أن تعيد النظر في علاقاتها. هذا وصف للأحداث، ولكن للحديث أو قراءة هذه الأحداث ينضم إلي مباشرة على الهواء السيد مجدي الأخضر المخرج الشاب التونسي. ربما ما هي الأسئلة التي طرحتها في هذا الفيلم قبل ما يفوت الفوت؟ السؤال الأول، نقطة الانطلاق كانت زوز ظاهرات عرفها المشهد العام التونسي بعد الثورة، اللي هما ظاهرة البحث عن الكنوز وظاهرة الديار اللي تيح. هذوما دونك كانوا نقطة انطلاق باش كتبنا السيناريو هذايا، وحاولنا نعطيو صورة عامة على المشهد والحالة الاجتماعية اللي تعرفها العائلة التونسية بعد في الأعوام الأخيرة. ربما هل التضامن، ربما أنه التونسيين عندما في الأزمات يبرزون تضامنا كبيرا، هل أشرت إلى هذا الواقع؟ هذا أشرت له، صحيح موجود في الفيلم، لكن الفكرة اللي الأولى في النواة الأولى في فدير اللي فما مانك دو كومونيكاسيون، فما مشكله نتاع التواصل، فما نقص التواصل في المجتمعات الابويه بحكم المسافات اللي نلقاوها بين الكبار والصغار. دونك كان سؤال طرحته هذايا، كيفاش وفيت نقصوا من المسافه هذايا. وقبل ما نختم نحب نقول اللي حسن النيه ساعات من الجينيراسيون الكبار، حسن النيه باش انهم يوجهوا العائله ما غير ما يشركوا البقيه ينجم يؤدي إلى عدم التواصل وينجم يؤدي إلى حوادث كارثية. هذا على مستوى المضمون، لكن على مستوى أيضا الشكل هناك إضافات جديدة، تقنيات وفنية جديدة باستعمال الكاميرا السوبجكتيف أو الكاميرا الوفية للواقع. رما مجدي، لو كان تعطينا فكرة عن هذه التقنية الجديدة والرؤية الفنية الإخراجية الجديدة. أيوة، ما يعبر عنه بالعربية الكاميرا الذاتية، يعني الكاميرا هي عينين الشخصية، الحاجة اللي تشوفها الشخصية يشوف فيها المشاهد فرد وقت، يعني المشاهد باش يعيش اطوار الاحداث الفيلم لحظه بلحظه مع الشخصيات، مش باش يكون مشاهد عادي حاضر وشاهد على الاحداث. رغم هذا الفيلم متى سنراه في قاعه السينما مجدي؟
نهار 3 نوفمبر يبدا في القاعات ان شاء الله في تونس، وكذلك عندنا حضور كبير في الجهات، فما سليانة، الكيف، صفاقس، سوسة، مهدية ان شاء الله، جيبس، قفصة، ان شاء الله بنزهر. التقلية عودي الى التقلية، ما يقول انها تشبه التقلية الهوليودية، هل هذا صحيح؟ صحيح، تم استعمالها برشا في الافلام الاكسيون. اما انا ما ننساوش الفيلم هذايا جديد وفات على الدراما العائلية. صار مزيج بين الدراما العائلية وبين فيلم الأكسيون، باش دخلنا طابع جديد، نمط جديد وفيت على نوع الدراما العائلية. يعني وجوه جديدة يعني في السينما، يعني تدرج تقنيات جديدة في الأفلام. هذه التقنيات سنراها غدا في هذا في الروبوتاج الذي نخصصه لفيلم قبل ما يفوت الفوت لمجدي الأخضر ليلى. طارق بن معاوي من مدينة الثقافة، شكرا جزيلا لك، ونبقى مع طارق ومع أيام قرطاج السينمائية. ففيلم فيحاء حيفاء شارع يقودنا من خلالها المخرج العراقي مهند حيال إلى الأحداث التي شهدتها العراق سنة 2006. عمل سينمائي جعل مهند من المرأة فيه أملا في الحياة وتجاوزا للدمار. هذا شارع حيفا بالعراق، شارع ترجمت على مساحته الخلافات الطائفية لصراع مسلح بالعراق سنة 2006، صراع بحث في أسبابه المخرج مهند حيال من خلال فيلم لم يستخدم فيه أدوات حرب أهلية لطرح أسئلته بقدر ما وظف نتائجها لوضع علامات استفهام خصوصا بقضية الهوية. مش الحرب انه القتل او التفاصيل او الاشياء، بس اني لما اصر على عدم فهمك، اصر على عدم تقبل رايك، اصر على اختلف وياك بكل شيء، يعني هذا هي هذه 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 المشكله الحقيقيه. يعني بالاخير اني اخاف اكثر من عدم الفهم. حيال الذي راوح في فيلمه فنيا بين اللقطات القريبة لتتبع حيرة الشخصيات واضطرابها والبعيدة بغاية إبراز حجم الدمار، أظهر المرأة العراقية مستبسلة في المقاومة دفاعا عن الحب والحياة. كان في ضغط من نفسي كثير أنه ألعب دور مرأة عراقية، عشان بحسهم روحهم قوي لدرجة بخوف وجميل يعني. فلأوصل لهذه الوضعية كان كتير من شغلي مع مهند إنه نقضي كتير وقت نحكي في تاريخ هذا البلد وهذه المدينة وهذا الشارع وهذا الشعب. أحداث فيلم شارع حيفا هو قراءة سينمائية لحقبة زمنية عراقية وتفكيك لتركيبة نفسية واجتماعية لمسلحين حولوا شارع حيفا إلى مساحة للحرب بعد أن كان فضاء يرتاده المبدعون والفنانون. وكما دأبت أيام قرطاج السينمائية منذ سنوات على عرض أفلام من هذه التظاهرة في السجون، في السجن المدني بالقصرين تم عرض الفيلم اللبناني صباح الخير لبنان. مسنان يتقاسمان الماضي والحاضر ليتحررا من قيود الشيخوخة، صنع لهما عالما خاصا بزاوية من زوايا مقهى بلبنان. معهما تناغم نزلاء السجن المدني بالقصرين الذين تحرروا أيضا من قضبان السجن وانغمسوا بين أحداث الفيلم اللبناني صباح الخير لبنان بحضور مخرجه بهي جحجيج. كانت فرصة باش نعرضوا فيلم من أيام قرطاج السينمائية داخل السجون في دورته الخامسة، فيلم بعنوان صباح الخير لبنان بحضور المخرج متاعه، بحضور إطارات وزارة الثقافة والهيئة المديرة لمهرجان قرطاج السينمائية، زادك كيف بحضور الإطارات الجهوية. كانت فرصة باش المساجين ينجموا يتابعوا أيام قرطاج السينمائية من داخل السجن، وهذا فيه منفعة لهم، تنمية الإبداع اللي عندهم. عرض يأتي في إطار الدورة الخامسة لأيام قرطاج السينمائية، ولأول مرة يكون لنزلاء القصرين حظ مواكبة فعاليات أيام قرطاج السينمائية. إن شاء الله حاجة بيه، دي أول مرة ديجا جي الحبس وفيلم ديجا أول مرة نفرجوا عليه. وفما تنشيط برشا، فما برشا حاجات معناها، وأي حاجة نثقفوا فيها ويخرجونا تنشيط معناها بكل حاجة، ماهوش حبس. ونزيدوا للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، هي الشريكة مع الإدارة العامة للسجون الإصلاح، مش كان في الجي سي سي، كيف في المكتبات، في تدعيم المكتبات السجنية، في أيام قرطاج الموسيقية، في أيام قرطاج المسرحية، يعني في
كما نقولوا في جميع الأنشطة الثقافية. يعني فيلم قد يخلف أثرا طيبا في نفوس نزلاء السجن المدني بالقصرين رغم نهايته الحزينة، وقد ينمي داخلهم حب التغيير والإصرار على إصلاح أخطائهم ومغادرة هذه القضبان. وفي الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. في اليوم العالمي للمدن تأكيد على ضرورة استعمال التكنولوجيا في المدن ومكافحة البناءات العشوائية ودعوة إلى إلغاء الأداءات على العقارات ومواد البناء. خلال انطلاق برنامج إنفستيا للمؤسسة الصغرى والمتوسطة، الشاهد يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة جديدة من أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة. في العراق تواصل الاحتجاجات، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبرلمان تدعو لعقد مؤتمر وطني برعاية أممية. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.